ان انا طولت في الموضوع ده، بس بجد الواحد تعبان ومتضايق وزعلان جدا، وكل ما النهائي بيقرب الواحد بيزعل اكتر. الحاجه الوحيده اللي مفرحه الواحد وبسطاه الشكل والتنظيم الرائع اللي احنا شفناه خلال هذا الشهر، اشاده جميع اللاعبين تقريبا وجميع المسؤولين في كل بعثه وجميع الجمهور الجماهير اللي موجوده في كل بعثه، شكروا كل واحد مسؤول وعمل حاجه. وبالمناسبه ما هو اصل الموضوع ده ما يعديش برضو. طيب الشباب المتطوعين، الشباب المتطوعين لخدمه، وشوفوا وانا قصد اقول خدمه، لخدمه البعثات الافريقيه المختلفه. الشباب دول شباب محترم، شباب له بالمناسبه معظمهم شهادات علميه كبيره، وكلهم بيخدموا بلدهم، ما بيخدموش حد تاني، بيخدموا بلدهم ومتطوعين. كل الشباب اللي موجودين كانوا شباب متطوعين. هي الامور وصلت ان احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري السابق المستقيل، بما انه في لجنه المنظمه، معرفش حضراتكم سمعتوا الموضوع ده ولا لا، واحده من المتطوعين، احدى المتطوعات واقفة على الباب في مباراة تونس الأخيرة. صحفية تونسية معدية دخلت، شدوا مع بعض، المهم شدوا مع بعض، عادي بتحصل. جو حر والدنيا زحمة وبتاع، فبتحصل عادي. إيه اللي حصل؟ تخيلوا إيه اللي حصل؟ أنا سمعت روايتين، وعشان أكون أمين أنا هقول الروايتين. الرواية الأولى إن أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق والمستقيل عمل ايه؟ راح للمتطوعه المصريه ويعني شلها الاي دي بتاعها ورماها في وشها. دي روايه. والروايه الثانيه بتقول ان هو ضربها بالقلم او زقها او عمل لها يعني، المهم عمل حاجه، ضربها، عمل حاجه يعني. هل ده يصح يا جماعه؟ مهما كانت، لو حتى هي، انا ما اعرفش هي غلطانه ولا مش غلطانه، السيناريو اللي انا سمعته والكلام اللي انا سمعته من كذا طرف من اللي كانوا حوالين الموضوع اكدوا لي ان هي مش غلطانه، يعني البنت بتحاول او المتطوعه بتحاول ان هي تمشي الامور يعني. لكن هي العجرفه وصلت للدرجه دي ان انت الاي دي تاخده وترميه ولا تمد ايدك عليها ولا الكلام ده كله؟ للدرجه دي الموضوع وصل لكده يا اخي؟ ده يعني والله الواحد مش عارف يقول ايه. انا شخصيا مش عارف اقول ايه ولا اتكلم في الموضوع ده ازاي. ولكن متطوعة بمئة راجل، بمئة راجل. أنا عندي معلومة إن سيادة الوزير طلب إن هو يقعد معاها بكرة، معرفش صح ولا غلط، يعني هتبان. هتبان بكرة. ولكن إن يحصل ده كله مهما كانت غلطانة، حتى لو هي غلطانة المتطوعة دي وعملت مشكلة كبيرة جدا، هل يصح هذا الأسلوب؟ هل يصح هذا الشكل وهذا الكلام اللي إحنا سمعناه؟ أو السيناريو اللي اتقال ده؟ ان واحده مهما كانت اخطات، حتى لو اخطات، مع ان انا شايف ان هي ما اخطاتش في السيناريو اللي اتحكالي او في الكذا سيناريوز اللي اتحكولي، هل ينفع ان هي ما تخطئ او ما انا ماسكها شاددها وماسك البتاع ورميه في وشها وضاربها والكلام ده كله؟ والله عيب عليك، والله عيب عليك اللي انت بتعمله ده. انا عارف ان انت او ان الناس زعلانين ومتضايقين وكذا، اوكي ده حقك، ولكن لمجرد ان انت عضو، الحمد لله ان البطوله دي هتخلص يوم الجمعه، لاني اتمنى ان تنتهي هذه البطوله عشان كل واحد يتم حسابه، اذا كان هناك حساب او كان حد اخطا. انا دي ما اعرفهاش الحقيقه، دي انا ما اعرفهاش. ولكن اللي حصل امبارح او الاول امبارح في مباراه تونس الاخيره شيء صعب جدا ولا يمكن ان يحدث، من ما ينفعش يحصل من رجل مصري شهم. احنا اللي نعرفهم عن الرجال المصريين كده. فاللي حصل ده من المفترض ان هو ما يحصلش. انا سمعت الموضوع من كذا سيناريو، وحاولت ان انا اتواصل مع كل الاطراف علشان اعرف ايه اللي حصل، حتى لو كانت المتطوعه دي مخطئه، حتى لو كانت مخطئه فما ينفعش ان هي يتم التعامل معها بهذا الشكل. عملت محضر وده حقها، والقانون هيجيب لها حقها. نتمنى ان الموضوع ده ينتهي، وفي ناس بجد احنا مش عايزين نشوفها تاني.
بجد مش عايزين نشوف الناس دي تاني. على الاقل استريحوا شويه لغايه لما يظهر لنا وجوه جديده وبعد كده نقارن. لو عايزينهم هنقول لهم ارجعوا تاني. انا ما عنديش عداوات شخصيه، مش انا، احنا كمصريين ما عندناش عداوات شخصيه مع حد، ولكن خلينا نشوف وجوه جديده تقدر تعمل لنا حاجه في اتحاد كره القدم بدل ال ال يعني اقول ايه بس. لا انا يعني ماشي. عموما الموضوع ده موضوع يعني اتمنى ان يتم اتخاذ فيه قرار ويحصل ويتم التحقيق فيه ونعرف مين اللي صح ومين اللي غلط. يتم التحقيق فيه ونعرف مين اللي صح ومين اللي غلط، واذا كان هناك خطأ من احد المنظمين او احد اللي موجودين في لجنه تنظيم البطوله يتم حسابه. لو المتطوعه مخطئه يتم حسابها ايضا. بس مش بالضرب. يعني حتى لو تم حسابها فلن يتم حسابها بالضرب.